المحاكمة؟ يعني عندي تفصيل، انا بتكلم عن بالتفصيل المحاكمة انت؟ اوكي. بتكلم عن الاعتداء اللي هو التعذيب. التعذيب عن الوضع الصحي، يعني الكوادر الطبية اللي كانت قبل موجودة الان العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام من اللؤلؤة البحرينية، أرحب بكم مجددا لتسليط الضوء على المشهد البحريني، المستجدات، الإرهاصات والتحليلات. منذ إعلان ما سمي حالة السلامة الوطنية في 15 مارس 2011، أخضع مركز السلمانية الطبي المشفى الحكومي المركزي إلى إمرة الجيش ليصبح بجانب المشفيين الحكوميين الآخرين اللذين أيضا تابعين للإدارة العسكرية. اعتقل عشرات الأطباء والممرضين والمسعفين والعاملين في المجال الطبي وعرضوا للتعذيب، ثم عرضوا على المحاكم الطارئة التي انبثقت مع تلك المرحلة. ورغم أنهم في مرحلة لاحقة حولوا لمحاكم عادية، إلا أن الحقوقيين والمراقبين إلى جانب المحامين وموكليهم من الأطباء يصفون مسار المحاكمات بأنه مسيس هذا المسار، والمحاكمات موجهة. في هذه الحلقة من المشهد البحريني نتصفح مستجدات ملف محاكمة الأطباء في البحرين من خلال مجموعة من الكادر الطبي يشاركون قراءة المشهد البحريني. وفي البداية أرحب بالدكتور علي العكري. دكتور علي العكري من خلال السكايب، أهلا وسهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. يعني دكتور، هل لك أن تطلعنا على أحدث المستجدات في قضيتكم كأطباء، وماذا تتوقعون، خصوصا أن يوم غد هو يوم لجلسة قد تكون يعني جلسة ذات أهمية كبيرة في مسار القضية التي قاربت على العام؟ والله حقيقة احنا يعني على مشارف نهاية القضية في قضية الاستئناف التي ظلل بها الرأي العالمي على أنها إعادة محاكمة. واقع الحال أن هي تعتبر استئناف، ولذلك احنا فقدنا درجة من التقاضي أمام القضاء وهي الدرجة الابتدائية. حاليا يعني وصلنا إلى مرحلة تقديم اللي هم شهود النفي، وبالفعل في الجلسة السابقة قدمنا ما يقارب من 45 شاهد، ويعني لم يسمح إلا إلى 18 منهم في إدلاء إفاداتهم. كانت أطول جلسة محاكمة في تاريخ القضاء البحريني، هذا بشهادة الصحافة المحلية حقيقة. ولم يسمح إلى ما يقارب لهم البقية تقريبا 23 أو 24 شاهد بإدلاء إفاداتهم. قدم اللي هو السي دي الهزيل اللي ما يحمل أي إدانات للكادر الطبي من قبل النيابة العامة، وأعطينا الفرصة حقيقة لتقديم السي دي تبعنا، وراح يكون حقيقة مفاجأة بكرة إلى المحكمة، لأنه هو راح يعطي الصورة الحقيقية لما قام به الكادر الطبي من إخلاص في عمله وتفاني في إنقاذ أرواح الناس، وليس كما هو مدعى الاحتلال وحيازة الأسلحة والتمييز وما إلى ذلك من الترهات ومن التضليل والأكاذيب اللي سيقت ظلماً. يعني دكتور، أنت تتصرخ بأنكم ستعرضون شيئا جديدا يفاجئ المحكمة وسيظهر الصورة الحقيقية. يعني الآن القضية تقارب على العام، يعني ومرت من خلال أولا مرحلة المحاكم التي ارتبطت بما سمي مرحلة السلامة الوطنية، ثم انتقلت إلى المحاكم العادية درجة أولى، والآن درجة الاستئناف. يعني ألم تتنبه المحاكم إلى أن الصورة أساسا هي يعني في مغايره لما يطرح؟ يعني يبدو ان من خلال ما صدر في المحكمه بان هناك تبني
لموقف مو يعني ذات مسار واضح يحاول إدانة الأطباء، كيف تتوقعون أن تتغير ربما الصورة لديهم؟ لا، هو حقيقة تصحيح، احنا عرضنا بالدرجة الأولى على المحاكم العسكرية، احنا في الدرجة الثانية وهي الاستئناف، وهي ليست إعادة محاكمة كما يروج إليه في وسائل الإعلام العالمية. هذا يرى بأن احنا في درجة الأبيل اللي هو درجة الاستئناف، وفقدنا الدرجة الأولى وهي الأهم اللي كانت أمام يعني محكمة عسكرية، ونحن مدنيون. وطبعا ما بني أصلا عليه الوضع كان خاطئ، لأن اعترافات كانت تحت التعذيب، بما شهد أصلا تقرير بسيوني بكل وضوح بأن الطاقم يعني هل تتوقعون أن يكون هناك تغير الآن في المسار؟ يعني هناك من يعتقد أو من يتفائل بأن ربما مع ما يشاع من مرحلة لما يشاع بحوار يزعم بأنه يدور في الآفاق ومشروع الفورمولا واحد، بأن السلطات ربما مستعدة لأن تتخلى عما كانت تتمسك به كما يعبر السياسيون بأن هذه أوراق مفاوضات وأوراق ضغط. هل سيتخلون عن هذه الأوراق بحيث تعلن ربما في جلسة الغد مواقف قضائية تمنح البراءة إلى الكادر الطبي؟ والله احنا لا نؤمن بالمفاجآت ولا نتوقع لها. طبعا موضوعنا مسيس 100%، لا يختلف اثنان لا من داخل البحرين ولا من خارج البحرين ان قضية الاطباء يعني قضية سيست من البداية اصلا، واعطيت الطابع السياسي والطابع الجنائي ظلما، لان الاطباء كان لهم موقف واضح في أنهم كانوا مهنيين إلى أبعد الحدود، وكشفوا الحقيقة وكشفوا الممارسات يعني الجرائم اللي ارتكبت بحق المواطنين بشكل مهني بحت، يعني ما كان في أي نوع من الكذب ولا التضليل ولا أي من ذلك. نحن في تعاملنا في هذه القضية تعامل بعد مهني بحت وقوي وبالدليل، يعني احنا نملك ما يثبت براءتنا 100%، يعني لا نريد من احد ان يعطينا طق البراءه او نحن ابرياء ونصر على ان احنا ابرياء، وقدمنا في الجلسه الماضيه ما يفيد ببراءتنا 100% من شهود ذو خبره وذو يعني مناصب متقدمة، يعني ولا تريدون أن يصل الحال إلى أن يعني هذه المحاكمات التي تصفونها ويصفها أيضا كثيرون بأنها مسيسة أن تنتهي بحالة أن تكون بحالة ربما أشبه بحالة عفو أو سماح أو ترك أو تغافل؟ دكتور علي العكري، يعني الحوار الطويل في هذا الموضوع، لدي مجموعة من الأسماء، أشكرك جزيل الشكر على 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 هذه المداخلة التي أدليت بها، وأنتقل أيضا في هذه الأثناء إلى الدكتور طه الدرازي أيضا لكي يطلعنا على ذات المستجدات. دكتور طه، أهلا وسهلا بك. سهلا. أهلا وسهلا. يعني دكتور، يعني في مسار المحاكمات التي تجري الآن في البحرين، هناك من الأطباء الذين أعيدوا ومن لم يتم إعادتهم، من أعيد، وهناك آخرون في أماكنهم، توظيف كادر بديل. يعني ما هو الحال الطب الحال الوظيفي الذي وصل إليه الأطباء، خصوصا أن كثير منهم غير متهمين بقضايا ولم يقدموا لمحاكمات لكنهم فصلوا ثم أعيدوا؟ يعني هل تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية؟ والله يعني كثير من الأطباء طبعا أعيدوا إلى المراكز الصحية وإلى مجمع سلماني الطبي، لكن عودتهم كانت يعني بشكل مو مثل ما كانوا من قبل، يعني تهيألي أصبحوا مهمشين. يعني هل بدلت أسماءهم الوظيفية؟ يمكن ما بد، بالنسبة للأطباء لم تبدل مواقعهم،
كأطباء مثلا وكتخصصات، لكن اللي يتبدل هو النظرة إليهم، ينظر إليهم على أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، على أنهم أشخاص يعني موجهة إليهم تهم ومشكوك في ولائهم، وأنهم يعني يروج أحيانا بأنه يعني الذهاب إلى هالنوع من الأطباء يشكل خطورة على المريض. إلى هذه الدرجة وصلت الأمور، أنه يعني يا ناس لا تروحون لهم لأن اللي يمكن يسوون لكم مشكلة، ممكن يعني يضمونكم. يعني هذه المضايقات تتلقونها من الجهات الرسمية وربما في إدارة المراكز الصحية والمستشفى؟ هو يعني مو من الجهات الرسمية بشكل مباشر، أو ربما من فئات اجتماعية محددة، من أشخاص يعني ممكن زملاء في المهنة يعني ممكن، أو حتى أحيانا مراجعين يعني مو عز إليهم بأنهم يقومون بهذا النوع من المضايقات. طبعا ليس كل الأطباء عادوا إلى العمل، يعني أنا مثلا واحد من الأطباء اللي حين صار لي من تاريخ 5 مايو 2011 إلى الآن لم أستلم أي جواب ولم أستلم أي خطاب من الوزارة، ويتم التغافل عنكم. يعني اسمح لي دكتور هنا أن أستفسر عن نقطة، يعني في ظل هذه المضايقات وهذا التعمد في التهميش والإقصاء، يعني ربما بعض الأطباء البحرينيين يفكرون في الانتقال بفرص وظيفية في منطقة الخليج، في منطقة العربية، خصوصا أن المختصين والاستشاريين والأطباء في البحرين يعني بمراتب علمية يعني عالية ومعتمدة ورفيعة. هل هذه الخيارات موجودة لدى الأطباء، أم ربما هناك مضايقات ممنوعين من السفر مثلا، أو لا يسمح لهم في بأن يجدوا فرص عمل بديلة في خارج البحرين؟ ومن ناحية الحصول على الفرص، ما في صعوبة في الحصول على الفرص، ولو شرط تكون الفرص في دول الخليج، لأن دول الخليج كلها مرتبطة مع بعضها، وأحيانا مو أحيانا في كثير من الأوقات إذا كان في مواطن حتى عادي بغض النظر عن كونه طبيب أو يعني ممرض أو مسعف، أحيانا حتى الوظائف العادية يصير في مضايقات من قبل بعض دول الخليجية ولا يوظفون الأشخاص. الأطباء ما حد منهم حاول يروح يشتغل في دول خليجية، بس يعني حسب معلوماتي إن الأطباء البحرينيين كأطباء ما يرغبون يهاجرون يروحون يشتغلون في دول أخرى، يحبون يشتغلون في بلدهم ويخدمون، وهذا طبعا نابع من حس وطني أصيل عندهم. يعني هم لو يروحون برا يشتغلون بكل سهولة يعني بيحصلون على فرص العمل. يعني في كثير من الأطباء، أنا أعطيك مثال، أنا واحد استشاري في جراحة الدماغ والأعصاب، حصلت 5 من دول كثيرة، يعني من حصلت من في الخليج في دولتين خليجيتين، وحصلت في الولايات المتحدة وفي البرازيل وحصلت في بريطانيا، لكن ما رحت ولا أنا ممنوع من السفر وأقدر أسافر وسافرت كذا مرة، لكن ما أحب أترك البلد ظل هذه الأزمة. يعني في وهذا يعني هذا ما يشاد أيضا يشاد بمواقفكم الوطنية بهذا الخصوص، و يعني أيضا في نفس النقطة، هل تجدون بأن ربما السلطات الرسمية في الوظائف المفتوحة الجديدة، يعني ما هي آلية التوظيف، هل يتم توظيف البحرينيين أم ربما يتم توظيف أطباء من جنسيات أخرى يتم ربما التواصل معها، منحها عقود مؤقتة ربما دائمة، استجلابها؟ يعني كيف هي عملية الآن إعادة حقن الحقل الطبي بكوادر جديدة؟ والله إحنا ما يخفى علينا ولا عليكم ولا على أي واحد آخر بأنه في توجهات من قبل وزارة الصحة بأن هي تقدم أطباء من الخارج، وفعلا سوت عقود مع أطباء، لكنها بالمقابل حاولت تعمل عقود مع أطباء آخرين. هذه الأطباء الآخرين خصوصا في التخصصات الدقيقة مثل جراحة الأعصاب ما يقبلون يشتغلون في البحرين لسببين. السبب الأول لأنه الرواتب جدا متدنية في البحرين، تختلف عن الدول الأخرى، وحتى في ظل الأزمة، وإذا أنت تريد ترغب الأجانب عشان يجون يعملون اللي هم الأطباء لازم تعطي رواتب مجزية، بحيث أنه يعني تستحق أنه يترك بلده ويجي يتغرب. السبب الثاني أنهم شعور اللي هم الأطباء،
احنا التقينا مع اطباء اجانب كثيرين، وخصوصا من زميلي التقيت مع اطباء جراحه اعصاب كثيرين في مؤتمرات اثنين حضرت خلال الفتره الماضيه، واطلعوا على مجريات الاحداث اللي صارت في البحرين وما تعرض له الاطباء. فاتخذوا موقف ان لا يمكن لطبيب عنده اخلاق يعني حس الزماله تكاتف بهالمعنى انه يروح يسرق لقمه العيش من فم اطفال زميله اللي تعب واللي خدم بلده واللي تدرب واللي اشتغل وياه يمكن في احد الاماكن التدريبيه واللي حضر معاه المؤتمرات، يعني يخجل انه يروح ياخذ وظيفته وهذاك قاعد في البيت ما يسوي اي شيء. الدكتور طه الدرازي، يعني اشكرك جزيل الشكر على هذه الاطلاله، لكن ايضا اريد ان انتقل الى كوادر طبيه اخرى لكي نستغل مساحه هذه الحلقه اليوم. قبيل جلسه يوم غد، وهي جلسه قد تكون مفاجئة وقد تكون اعتيادية كما كان مساق الجلسات السابقة في محاكمة الكادر الطبي، مع الآن أيضا على الخط الأستاذ إبراهيم الدمستاني. أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بك أخي. يعني أستاذ الفاضل، في جلسة المحاكمة الأخيرة ربما حدثت بعض التطورات اللافتة، خصوصا في موضوع الشهود، في موضوع مسار القضية. كيف تقرأ أنت الآن مسار القضية وإلى أين يتجه، وما يعني خصوصا مع 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 أنكم مقبلون على جلسة يوم غد لا نعلم ماذا يمكن أن يكون فيها من جديد؟ شكرا أخي. طبعا في الجلسة السابقة يعني اتضح اتضاح جلي أن النيابة العامة يعني لا تمتلك أي دليل، وكان عرضت أدلة هزيلة جدا ولم تلتزم بالمهنية والتي من المفترض أن تتمسك بها، حيث أن النيابة العامة وقبل الجلسة أصدرت بيان تبرئ فيه 15 شخص من الكادر الطبي وتدين 5، في الوقت الذي أن القضاء لم ينتهي من القضية ولم ينتهي من سماع شهود النفي. فيعني كان واضحا وجليا بأن النيابة العامة يعني كانت لم تلتزم بهذه المهنية، وهي أبسط الأمور. طبعا النيابة العامة في الجلسة السابقة عرضت فيلم مفبرك يبين إغلاق أبواب السلمانية بالسيارات وإتلاف ممتلكات المستشفى، وكان الفيلم على يعني هيئة وبشكل وكأنه فيلم بوليسي مصور في الليل، واقتحام غرفة بقوات خاصة والعثور على أسلحة كلاشينكوفات وما إلى ذلك، ولم يكن هناك أي أحد من الطواقم الطبية حول هذه الأدوات. طبعا أيضا في الجلسة السابقة طعنت يعني هيئة الدفاع، طعنوا في اللجنة الثلاثية للطب الشرعي التي طالب بها هيئة الدفاع على اعتبار أن هذه اللجنة لا تمثل الحيادية وفيها أطباء غير متخصصين، بل هم متخصصون في المسالك البولية، وأكثر الإصابات التي تعرض لها الكادر الطبي هي إصابات الكسور، فما دخلوا المسالك البولية في إصابات الكسور. طبعا نحن يعني قدمنا ما يقارب 38 شاهدا، وشهودنا كانوا على مستوى وكيل وزارة مساعد، وكانوا على مستوى رؤساء أقسام واستشاريين كبار خبرتهم تفوق 30 عاما، وهم من الطائفتين الكريمتين من السنة والشيعة وحتى من العرب المصريين. الشهود كلهم ينفون التهم كلها، لا سيما تهمة الاحتلال وتهمة الرهائن والأسلحة والتمييز في العلاج، وكانوا يعني في نسق واحد، وكلهم لم يتحدث أي منهم حول هذه الاتهامات أو يؤكدها. الشهود يتكلمون لأول مرة عن تعرض قوات الأمن والجيش إلى كبار المسؤولين والاستشاريين بالسب والشتم والضرب والاعتداء على السيارات، وهذه لأول مرة تحدث من قبل أو تصريح يكون من قبل مسؤولين كبار.
الشهود جميعهم ينفون أو ينفون يعني عدم مهنية الطاقم، ويثنون ويمدحون على الطواقم الطبية على مهنيتهم وأخلاقهم والتزامهم خلال الأزمة. طبعا وكيل النيابة كان لا يملك أي أدلة دامغة، وكانت أسئلته تتركز على التجمهر أمام الطوارئ عبر عرض صور، وكان المتجمهرون هم المحتجون أو الذين جاءوا إلى المستشفى ليطمئنوا على صحة أولادهم وعوائلهم. فما دخل الطواقم الطبية بهذه التجمعات؟ كانت أسئلته تتركز على هذا. طبعا للعلم أن هناك كوارث حدثت سابقا، يعني كسقوط الطائرة، وأيضا إغراق اللي هو المركب في داخل البحر، وحدث ما حدث في مثل هذه الأزمة يعني أي هناك وتجمع استشهادات الناس. واستدلالات على قضيتكم في هذا الخصوص. يعني أستاذي، بخصوص شهود الإثبات الذين قدموا ربما النيابة في المرة الأولى، وسمعنا بأن بعضهم تحول إلى 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 جانب وبدل شهادته يعني بخصوص مجرى القضية، هل أدى ذلك إلى تطور في مسار القضية؟ وكيف تقرؤون ذلك؟ وما مدى أيضا فاعلية أن تتحول مثل هذه الآراء؟ طبعا يعني أولا أود أن أؤكد أن الفرق بين الشهود الذين قدمناهم والشهود الذين جاءوا بهم، طبعا الفروقات تأتي كما يلي: فارق العمر، الخبرة، السمعة، الموقع الوظيفي والوطنية لهؤلاء والمهنية. طبعا العمر يعني الشهود يعني يفوقون 50 عاما، أو عمرهم يتجاوز 50 عاما، وخبرتهم تفوق 30 عاما في الخدمة، وموقعهم مواقع، بعضهم وكيل وزارة وبعضهم مسؤولين إداريين، وأيضا لهم وطنية ولهم سمعة وطنية، وهم من الطائفتين الكريمتين، ولم يعرف عنهم إلا كل الخير. ومهنيتهم بعضهم مدرسين وأساتذة في الجامعات. وحينما نأتي إلى الطرف الآخر، أن شهودهم من حديثي التخرج، من المراهقين السياسيين الذين جاءوا من تجمعات الفتنة الوطنية، والذين اعتمدت عليهم النيابة العامة في تسجيل حوادث جاءت في تجمع الفتنة الوطنية، وقدموا وشايات على أصحابهم، واعتمدت النيابة على هذه الشهادات. طبعا شهودنا، شهود الإثبات، تحولوا إلى شهود نفي، ومنهم المسؤولون في الإدارة التنفيذية والمسؤولون في خدمات الإسعاف، وكأنما هم عجزوا عن تقديم أدلة، والأدلة التي قدمناها أعجزتهم عن أن ينطقوا بمثل هذه الأكاذيب. وأعتقد أن هناك توجيه، وأن هؤلاء كانوا مسيرون، وكانوا في النيابة العسكرية أعطوهم التوصيات بأن يشهدون ضدنا، والآن حينما وقعوا في الحرج ولم يستطيعوا أن يديننا لوجود الأدلة المادية لدينا، لا يعني كان الخيار لديهم إلا أن ينفوا هذه التهم. أستاذ إبراهيم الدمستاني، أشكرك جزيل الشكر على ما تفضلت به في هذه المداخلة. أيضا نتشرف بالدكتور عارف رجب ليواصل في ذات الموضوع. دكتور عارف، أهلا وسهلا بك. مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. يعني دكتور، يعني وجهت الكثير من التهم الى الكادر الطبي، منها انكم ككادر طبي تمنعتم عن معالجه بعض الفئات الاجتماعيه، وتعمدتم معالجه فئات محدده، وفبركتم وبالدرجة أيضا حاولوا أن يثيرونها دوليا بأنكم كانت لديكم نوع من العنصرية، وتمنعتم أيضا عن معالجة الأجانب، وكثير من هذه التهم، وتساق في المحافل الدولية، وتحاول ربما السلطات أن تثبتها عليكم من خلال هذه المحاكمات. يعني أنت كدكتور، وأنت شهدت وشاهدت وأيضا ضمن هذه القضية،
كيف ترى يعني ما هو سبب هذا اطلاق مثل هذه الاتهامات، يعني اضافه للاتهامات السابقه الاتهامات الجنائيه، لماذا تطلق السلطه مثل هذه الاتهامات على الكادر الطبي؟ والله انا يعني حسب اعتقادي ان هناك يعني جزئين، يعني الجزء الاول ان كان يجب خلق قصه ان الامور في البحرين هي كلها امور طائفيه، فمن ضمنها بالإضافة إلى ذلك الأحداث اللي صارت في المستشفى السلمانية هي ذات منحنى طائفي أو منحنى عنصري، وأن الأطباء واحدة من أهم الشهود على ما جرى من العنف ضد المتظاهرين زين والمحتجين والإصابات اللي صارت، فكان واحدة من أهم الشغلات هم إلصاق قضية الطائفية والعنصرية عليهم من أجل يعني يكونون هم شهود غير صادقين، شهود غير مصدقين من أي جهة دولية، لأن هم يكونون عنصريين أو طائفيين، فهذه كانت واحدة من أهم الشغلات. زائد ان الاعلام المحلي، الاعلام الرسمي المحلي حاول انه يصور للعالم ان الطائفيه موجوده في كل مكان، فهم يعني تماشيا مع ما اثير في الاعلام الرسمي البحريني ثبتوا قضيه غير موجوده، فكان هذين الغرضين الرئيسيين اللي خلى او السببين الرئيسيين اللي خلى يكون وجود في هالنوع من الاتهامات اللي لا لها أساس حقيقي على أرض الواقع أبداً، لأن هي لا يمكن أن تكون في أي مؤسسة طبية مهما يكون الطبيب، قبل كل شيء هو إنسان زين قائم على أساس واحد، على أساس خدمته الإنسانية لجميع المرضى إلى جميع المحتاجين مهما كانوا، مهما كان الخلفية مالتهم سواء المذهبية أو العنصرية أو الجندرية. يعني أنت كما تؤكد بأن محاولة لشق ربما الصفوف الاجتماعية في البحرين، وربما أيضا هنا يجرنا إلى التساؤل الآخر، يعني حتى في توجيه الاتهام ربما هناك يعني ونحن شاهدنا ربما يعني بشكل يعني متواصل وواضح من خلال ما صور وما تواجدنا فيه وما أنتم أيضا شاهدتموه، هناك كان الكادر الطبي بكل طوائفه بكل فئاته بكل يعني كان يعمل كخلية نحل في ظل أزمة، وهذا هو دوركم الإنساني الذي تقومون فيه كأطباء في أي مكان، لكن تم تقسيمكم كمتهمين أيضا في الاتهام، يعني هناك تقسيم كان متعمد وكان انتقاء متعمد في هذا الموضوع، أم أنك تعتقد بأن يعني لا يوجد قياسية في أو 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 تعمد والتمييز في موضوع يعني الاتهام؟ أنا راح أعطيك مثل، يعني قضية الاتهام وتقسيم بالنسبة للجنايات وإلى الجناح، بالنسبة للجناح اللي إحنا القضية لنا، هو لما في المحكمة السلامة الوطنية لما سألنا عن شهود الإثبات قال ما في داعي شهود الإثبات، هم نفسهم شهود الإثبات واللي حق الجنايات. إحنا لحد الحين قضينا تقريبا في حدود 8 جلسات ما بين المحكمة العسكرية والمحكمة المدنية، 3 قضاة تغيروا على نفس المحكمة، ولازمنا في بدايات الجلسة لم نستطع نناقش شهود الإثبات أو نروح للخطوة الجاية، فهذا يدل أن هم يعني نتيجة الضغط زين وصعوبة أن يمشون القضايا بشكل كامل على الجميع، حاولوا أن يعني خلينا نقول يختارون مجموعات معينة اللي يمكن لها بروز إعلامي كان أكثر أثناء الأزمة، وهم يحولونهم إلى قضية الجنايات، واللي كان لهم بروز إعلامي أقل يحولونهم إلى الجناح، بس يعني لحد الحين زين أو لحد الآن لا يوجد زين
بناء يعني قضيه متكامله زين، بحيث ان احنا لا نعرف ندافع عن نفسنا، بحيث ما نعرف وين واصل القضاء. يعني احنا يعني انتم تشعرون بانه تم الزج بكم في 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 مساق محدد من 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 الجهات الرسميه. دكتور عارف رجب اشكرك جزيل الشكر، واعاود ايضا استضافة الدكتور علي العكري لبعض الاستفسارات أيضا في ذات الموضوع. يعني دكتور تتحدث عن موضوع المحاكمات وأن هناك موضوع أو أعداد من هم يعني نعلم بأنهم موقوفون، يعني هذا ألا يغير الوضع الصحي في البحرين من في المراكز الصحية في المستشفيات عندما يكون هناك عشرات الكوادر إما أوقفوا أو يحاكمون أو 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 بعضهم ما زال خلف القضبان، حتى الذين أعيدوا بحسب ما عبر يعني عدد من الأطباء هناك مضايقات، هناك محاولة تهميش إقصاء. كيف هو الوضع الصحي الآن في البحرين؟ هل يعني هل استطاع يعني هل 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 هو ما زال على ما كان عليه، على الرغم من أن الناس كانت تعتبر بأن حتى قبل 14 فبراير أيضا كانت هناك ربما تخبطات؟ ما هو رأيك وأنت طبيب ولك خبرتك ومتابع للحدث الطبي في البحرين؟ والله واقع الحال أن يعني نحن رجعنا بالوضع الصحي يعني عشرات السنين حقيقة بدون مبالغة. ما كان قبل الأحداث كان الصرح، هذا الصرح اللي كنا جزء منه حقيقة ونفتخر أن كنا جزء منه، كل المتهمين حقيقة كانوا جزء في بناء هذا الصرح العظيم بتخصصاته، مش التخصصات العامة، التخصصات الدقيقة. لا يوجد، أنا كنت في أوروبا في إيرلندا، أغلب أطباء المتخصصين يشتغلون تخصصات يعني عامة في أغلبها. إحنا وصلنا بمستشفى السلمانية ومجمع السلمانية إلى التخصص في التخصصية. على سبيل المثال دكتور عظام بس تخصصه أو تقريبا 90% من شغله يكون الإصابات الرياضية، دكتور عظام بس يبدل مفاصل، دكتور عظام بس يسوي جراحات القدم والكاحل، تخصصي على سبيل المثال جراحة عظام الأطفال. وهذه التخصصية الحمد لله رب العالمين كانت عقب جهود وعقب يعني ثمرة يعني تاريخ من التدريب والمثابرة و حاليا أعطيك الصورة الحالية، كثير من هذه التخصصات معطلة، كثير من الأخصائيين في هالمجالات لم يعودوا موجودين في السلمانية. الأمر الآخر التدريب، وهذا أهم شيء، التدريب يكاد يكون غير موجود. يعني دخلت المشكلة عسكرة المستشفى وتسييس المستشفى، التخصصات عطلت، الابتعاث للتخصصات عطل وصار ممنهج بشكل طائفي بحت. هذا من الطائفة الفلانية معناته ما يروح، هذا في بعثته لازم يرجع، هذا لا يحصل على ترقية. الوضع سيء جدا حقيقة، وهناك تدمر كبير من زملائنا اللي رجعوا واللي انحطوا في مواقع عمل غير اللي هم كانوا فيها، بالأخص في المراكز الصحية. هم مشوا، لم يعطوا أي اهتمام، سياسة تطفيش، سياسة يعني دخلت السياسة في المهنية، وهذا أسوأ ما يكون في الطب. يعني هذا دكتور ربما يعني يجبر الكثير، ربما دكتور هذا يجبر الكثير من يعني من المرضى ان يبحثوا عن بدائل ربما في القطاع الخاص، وهذا مكلف. يعني اين يذهب الذين لا يملكون الكافي ليذهبوا للطب الخاص؟ والله بالفعل، يعني انت قاعد تاكد لي تاكد حقيقه بان المرضى على سبيل المثال من يبحثون عن جراحه معينه صاروا يدفعون يعني ثمرة، أو خلينا نقول كل ما حوشوا في سنواتهم علشان يروحون ويستقبلون العلاج في
اللي هو المستشفيات الخاصة. لم نكن نجري عمليات كبيرة بهالحجم سابقا مثل عمليات خلع الورك الولادي أو عمليات متقدمة جدا، كنا ما يعني ما نقدر نسويها أو ما نحاول نسويها برا سلمانية لتكلفتها ولأن هي كبيرة جدا، بس اضطرينا حاليا إلى أن احنا نجري هالنوع من العمليات خارج سلمانية. يعني صارت العكس تماما، المستشفيات الخاصة قاعدة تاخذ كريدت التخصصية والدقة والنوعية الكواليتي، والسلمانية بدأ يصير يعني أشبه بمركز صحي كبير، يعني كما لو يعني عيادة أولية بعد ما وصل إلى احنا نسميه التيرشري كير اللي هي أبعد درجات التخصص. فللأسف الوضع الصحي إلى أسوأ وأسوأ، وللأسف إن لا زالوا هم القابض والمين على يعني الوضع الصحي في البلد، سواء كان في مستشفى الملك حمد أو في السلمانية أو في العسكري طبعا. والناس صارت يعني حقيقة الاحتلال هو حاليا، وهو حالي الوضع الحالي في البلد هو أن السلمانية في وضع محتل، والمرضى يعني هذه الأجواء التي أنت وصفتها بأنها يعني محتلة يعني للهيمنة الأمنية والعسكرية. يعني الآن لدينا 3 مستشفيات في البحرين خاضعة للسلطات الأمنية والعسكرية. يعني أنتم في الحقل الطبي، هل هذا مقبول ربما في الأعراف الطبية الدولية؟ كيف يؤثر ربما هذا على المرضى، على العمل؟ يعني المشاهد التي ربما يشاهدها يوميا الذين يتوجهون المستشفى ويرون بأن هذه كأنها سكنة عسكرية. طبعا هذا غير مقبول عالميا، حتى حسب المقاييس العالمية غير مقبول. يوجد في كل دولة وفي كل حتى في الخليج وحتى في بعض الدول خلينا نقول العربية والأوروبية مستشفى عادة مستشفى العسكري يعنى بالعسكريين فقط، والعسكريين لا يمثلون أكثر من على سبيل المثال 5-10%. أنت تتكلم عن المدنيين يجب أن يحصلون ما يقارب على 80% من الخدمات الصحية المجانية. الحاصل هنا في البحرين بأن الحقل الطبي صار معسكر 100%، حتى المستشفيات المراكز الصحية أنت تروح المركز الصحي تشوف العساكر أو من يعني وضعوا في تشيك بوينت في مداخل المراكز، يعني صارت الناس تكره منظر الاستفزاز هذا، ومنظر هو المريض رايح علشان راحته مو رايح علشان يعني يحقق معاه وين رايح ومن اي فئه وانت من اي من هالطائفه او من ديك أو من يعني شيء حقيقه صار مقزز ويعني يبعث مثل ما تقول بالاشمئزاز من عند المراجعين والمرضى. لذلك هم صاروا يبحثون عن العلاج في المستشفى الخاصه، وعلى عكس الوضع الاقتصادي اللي يتوقع فيه الواحد ان المستشفيات الخاصه يقل عملها، صارت المستشفيات الخاصة هي اللي منتعشة حاليا وهي اللي قاعدة تحصل الكم الأكبر من المرضى. بالنسبة للذين يصابون، يعني هناك إصابات يومية جراء يعني مواجهات رجال الأمن واقتحامات وعملية قمع وعملية إطلاق لغازات وإطلاق يعني لكافة أنواع أدوات القمع، هناك إصابات تجري، يعني كيف يتم معالجتهم؟ يعني بما يردنا بأن المستشفيات الرسمية تتمنع وترفض أن تستقبل المصابين، أو ربما تستقبلهم وتحيلهم إلى جهات أمنية. يعني كيف، من يطببهم، من يعالجهم، كيف تتم عملية إسعافهم؟ والله يعني أنت وضعت إيدك على واحدة من المسائل المهمة، وهي حيادية الخدمات الطبية وعدم يعني عسكرتها. المريض يجب أن يحصل على الخدمات الصحية دون ما تحقيق ودون ما إرهاب ودون ما يعني مساءلة وما إلى ذلك. كثير من الجرحى وكثير من يصابون في الأحداث لا يعني يتمنى أن يموت في بيته
ولا يصل إلى الخدمات الصحية العامة خوفا من أنه ينكل به ويعتقل وإلى ما إلى كل ذلك. واقع الأمر كثير من لقوا حدفهم أو صادتهم مضاعفات وماتوا جراء الانتان الدموي أو الالتهابات كان سببها يعني الخوف من الذهاب للمستشفى، ويصير عندهم مضاعفات إلى الحروق أو إلى الجروح اللي عندهم، صاروا يطلبون العون من بعض الأطباء ويتصلون في يعني ويتلقون العلاج في بعض البيوت في ظروف صحية غير مناسبة ولا يمكن أن تقبل حقيقة. وهذه مهمة الهلال الأحمر والأطباء بلا حدود، وأن أن 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 يؤكدون على حيادية الطب وعلى أن كل من هو مجروح أو مصاب يجب أن يحصل على العلاج والعلاج الصحيح وفي الوقت المناسب. يعني مهم جدا التوقيت. فللأسف أن مضاعفات كثيرة وكثيرة وكثيرة، ونسمع عن قصص وقصص حقيقة للأسف كلها بسبب عسكرة المستشفى وسيطرة القوات الأمنية عليه. دكتور علي العكري، أشكرك عميق الشكر على أنت ومجموعة الأطباء. يعني هذا المشهد الواسع لما يجري في الحقل الطبي، لما يجري الأطباء، لما يجري للمرضى، من يذهب للتطبيب، من يذهب للعلاج، يعني ربما صح يعني التوصيف، هناك كارثة صحية في البحرين تمس جميع المواطنين، وهناك محاكمات أطباء لا زالت مستمرة، وغدا 20 مارس يوم الثلاثاء أيضا هناك جلسة ربما يكون متغير فيها. لذلك أعود إلى الأستاذ إبراهيم الدمستاني لنتساءل أيضا عن جلسة يوم غد. يعني أستاذ إبراهيم، أنت تطرقت إلى ما جرى في الجلسة السابقة وبعض ما تتوقعونه يعني عن جلسة يوم غد، لكن اسمح لي يعني أن أطرح بعض ما 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 ما, ما يتداول أو يتم تداوله من إشاعات بأن ربما يتم إلقاء التهم عن عدد كبير من الأطباء وإلصاقها ببضع أطباء، بحيث تكون هناك نوع، إن صح التوصيف، نوع من التسوية، بحيث يفرج يعني سياسيا وجنائيا وقضائيا عن 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 قطاع واسع من الأطباء، ولكن تثبت الرواية الرسمية التي كانت تقول بأن جزء من الأطباء كان ضليع في ما سموه بعمليات إرهاب وترهيب وألصقوا تهم تملك الأسلحة والاحتلال أو ما شابه. يعني ما مدى صحة مثل هذه الإشاعات التي يتم تداولها إذا كنتم على متابعة في هذه؟ طبعاً قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أوضح شيء، طبعاً واكشف عنه في هذا يعني الوقت، بأنه وكيل النيابة لما سأل أحد الشهود عن التسجيلات الموجودة من خلال الكاميرات الموضوع على المداخل للمستشفى، استدركت الأستاذة جليلة اللي هو أحد الهيئات الدفاع بأن النيابة العامة إذا لم تعلم عن هذه التسجيلات ويعني هي مصيبة كبيرة، فعلى أي أساس أن النيابة العامة رفعت قضية ضد الكادر بأنه محتل، ونحن وطالبت بالكشف عن هذه التسجيلات والتي تثبت براءة الطاقم وتبين للعالم من هو المحتل الحقيقي، لأن هناك كانت كاميرات ترصد من هو الذي احتل ومن هو الذي اعتدى على ممتلكات المستشفى ومن هو الذي كسر السيارات والممتلكات، هم الجيش حقيقة. والآن النيابة نحن نتحداها، أقولها بملء الفم، نتحداها إذا استطاعت أن تثبت للعالم بأننا احتلينا المستشفى، ولتكشف عن هذه عن الصور الحية التي تثبت أن الجيش هو الذي احتل. أيضا الشاهد الوكيل الوزارة حينما سرد الأحداث عن الاعتداءات على الطواقم الطبية كان رد هيئة الدفاع بأن يعني هناك يعني الاعتداء على الطواقم الطبية، وأن وكيل النيابة أوقف الشاهد، ف
كان الجواب هو أن السبب الحقيقي لخروج الكوادر الطبية في الاحتجاجات والاعتصام ضد الوزير هو السبب الاعتداء على الطواقم الطبية، فكان السرد مهم في القضية لأنه هو الأساس، ولم يكن هناك يعني تدخل الطواقم الطبية في موضوع إسقاط النظام وما إلى ذلك، الأمور السياسية التي ليس لها علاقة بالطواقم الطبية. طبعا الآن نحن نؤكد، أرجع إلى السؤال، بأن إذا أرادت النيابة أو المحكمة أن تدين خمسة فنحن سوف نحتج جميعا، وحتى لو برئنا نحن وأدين آخرون لأننا كلنا في مركب واحد وكلنا خرجنا من أجل هدف واحد، وهو تقديم المساعدة الطبية والخدمات الإسعافية للمصابين والجرحى، وإدانة فئة معينة وتبرئة جهة ومرفوض تماما، إما تبرئة الكل أو إدانة الكل، ونحن سوف نحتج ونقدم أدلتنا التي تثبت براءتنا، وسوف لن نقبل بوجود أي صديق من الطواقم الطبية في المعتقل، وسوف نكون نحن موجودين معه في الزندان. يعني بالنسبة إلى ما تكلمتم عن بأنه تم تعريضكم إلى صنوف متعددة من التعذيب والتنكيل والإهانة الحاطة بالكرامة وكل ما ذلك من 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 توصيفات، يعني تم يعني وضعكم في حالات لا إنسانية، وأنتم أساسا مهنتكم هي مهنة إنسانية. ما موقف ربما المحكمة من 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 هذا الذي تعرضتم إليه؟ يعني الطبيعي بأن وهذا دستوريا، يعني حتى في الدستور البحرين وحتى في الدستور الذي صدر لاحقا يؤكد بأن لا يمكن أن تنتزع اعترافات أو التعذيب لا يجوز. فكيف لا زالت هناك تهم توصل بكم وأنتم لديكم ما يثبت بأنكم تعرضتم للتعذيب؟ طبعا النيابة العامة والقضاء، أود أن أؤكد لك بأن هناك مطالب متكررة من قبل هيئة الدفاع إلى عرض نحن الكادر الطبي على الطبيب الشرعي، وأيضا التحقيق في موضوع الاعتداءات أو التعذيب. لحد الآن لم يحقق معنا، والآن تنصلت النيابة العامة عن موضوع تهمة التعذيب وأنها لا تريد أن تتحدث في هذا الموضوع، لأنه أساسا كل الاعترافات التي انتزعت من قبل يعني التحقيقات الجنائية هي كانت تحت إهانة وتعذيب يعني قاسي جدا، هو الذي أفضى إلى هذه الاعترافات. ويعني هناك طلبات متكررة من قبل هيئة الدفاع، ولا زالت النيابة العامة لم تأخذ أي إجراء في إعادة التحقيق وتقديم من قاموا بالاعتداء علينا إلى العدالة. ونحن أيضا حتى لو برئنا سوف لن نسكت عن هؤلاء، لأنهم أهانوا كبار الاستشاريين وعرضوهم إلى الإهانة وتسببوا بإصابات لا زالت موجودة عندنا. أستاذ إبراهيم الدرازي، يعني الوقت لا يسعفني لكي أتابع معك، أشكرك جزيل الشكر، وكذلك يشرفني أن أشكر كل من الدكتور علي العكري والدكتور طه الدرازي والدكتور عارف رجب الذين كانوا معنا من خلال هذه الحلقة من المشهد البحريني حول محاكمات الكادر الطبي. أعزائي المشاهدين، اللقاء يتواصل حتى ألقاكم في الحلقة القادمة. لكم مني كل التحية، وأترككم في أمان الله.